أو شهادة البكالوريا، حيث يشرف أو أشرف وزير التربية الوطنية السيد عبد الحكيم بالعابد على انطلاق الامتحان الرسمي لشهادة البكالوريا دورة جوان 2024 من ولاية برج باجي مختار، حيث أشرف قبل قليل على فتح الأظرفة الخاصة بإشراف على انطلاق امتحان شهادة البكالوريا بعنوان سنة 2024 من برج باجي مختار الجنوبية الحدودية. لهذا الامتحان أو ظروف اجتياز إجراء مركز للنظاميين ومركزين للمترشحين أحرار تجهيزها مقتضيات ومستلزمات السير الحسن لاختبارات هذا الامتحان، كما تفضلتم الجوانب التنظيمية وتوفير كل الأجواء الملائمة لأن يجتاز أبناؤنا في هذه الولاية وفي كذلك الجنوبية التي فيها نفس الظروف والمناخ، إذ تم توفير التكييف، توفير كل ما من شأنه أن يساعد أبنائنا على اجتياز هذا الامتحان. أما بخصوص انطلاق هذا الامتحان في ربوع الوطن، ففي هذا اليوم انطلق هذا الامتحان عبر 2893 مركز إجراء. هذه المراكز استقبلت 862733 مترشحة، منهم 312628 مترشح حر، ما نسبته 36%. ضمن هؤلاء المترشحين هناك 975 مترشح من أشبال الأمة، هناك 671 مترشح ومترشحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي التحديات البصرية والتحديات الحركية، منهم كذلك 6202 نزيل مؤسسة إعادة التربية. وبخصوص هذه الشريحة من المترشحين، الجديد لهم في هذه السنة هو أننا تم الاتفاق مع وزارة العدل لتمكينهم حتى المتأخرين منهم والذين تقضي أقدارهم أن يدخلوا هذه المؤسسات في تواريخ قريبة إلى تاريخ إجراء الامتحان. تم الاتفاق وقد سجلوا أنفسهم قبل أن يدخلوا هذه المؤسسات، تم الاتفاق مع وزارة العدل المشكورة على منحهم فرصة اجتياز في المؤسسات الممثلة للمؤسسات التي هم نزلائها والتي بها هذه الشعب. هناك كذلك على مستوى تعلمون أن بكالوريا هذه السنة هناك الجديد الاستراتيجي الكبير هو تنظيم امتحان البكالوريا لشعب تونون لأول مرة منذ استقلال البلاد، ومن أبنائنا الذين اجتازوا هذا الامتحان الذين هم يتمدرسون في الثانوية ثانوية الشهيد البطل علي معاشي رحمه الله، منهم عدد مترشحي هذه المؤسسة بعنوان شعب الفنون 146 مترشح ومترشحة، متكونين من 40 مترشح بالنسبة للفنون التشكيلية و 39 بالنسبة لمترشحي خيار الموسيقى و 35 بالنسبة لمترشحي خيار المسرح و 32 بالنسبة لمترشحي خيار السينما سمعي بصري، فيما بلغ عدد مترشحي الثانوية الوطنية للرياضيات محمد مخبي 103 مترشح، وكذلك مترشحي المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا 35 مترشح لنفس الامتحان. هذه هي معطيات الإحصائية لهذا الامتحان، وأؤكد لكم سيدي أن كل هؤلاء المترشحين
وفرت لهم نفس الظروف وكل الظروف الكافية تنظيمية واللوجستية والنفسية والمادية والبشرية لكي يجتاز ابناؤنا في كل ربوع الوطن وحتى في يعني الثانوية الدولية الجزائرية بفرنسا في نفس الظروف ونفس المواضيع وبنفس الكيفيات. بالنسبة للهياكل وقبل ما نطرق للهياكل هناك إجراءات أخرى تنظيمية قبل الذهاب إلى الهياكل هناك إجراءات بفضل الرقمنة أعيد النظر في كيفية بناء التنظيمات التربوية على نحو يقوم بتنصيب تنظيمات تربوية متوازنة استغلال أمثل المؤسسات إعادة انتشار التلاميذ على المؤسسات بشكل منتظم بشكل متزن ومتوازن. أما بخصوص الهياكل فبرسم الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله على المستوى الوطني سيتم استقبال ما يربع عن 600 مؤسسة تعليمية من مدرسة من مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات وكذلك ما يقارب 500 مطعم مدرسي وما يفوق 2200 قسم توسعة. بالنسبة لولاية برج باجي مختار أنا مسرور لما رأيته ولما دار بيني وبين سيد الوالي من حديث على المشاريع التي بدأت يعني في الإنجاز في هذه الولاية ولدي ملف سأدخل به إلى العاصمة إن شاء الله لأرافع عن المزيد من الهياكل في هذه الولاية. هناك عدد معتبر من المدارس الابتدائية نخطط إن شاء الله لإنجازها والمخطط التنموي في هذه الولاية إن شاء الله سيكون في كل مناحي وفي كل القطاعات لا سيما في التربية الوطنية. سنتكفل إن شاء الله بأبنائنا في هذه الولاية بشكل جيد كما هو الحال بكل في كل ولاية. عيط شويه باش نسمعك راك تهضر بالعقل ماشي تسمع فيك. ولايه برج باجي المختار تدعمت بمركزين للاحرار وهو ما استحسنه الساكن هنا بولايه برج باجي المختار. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني ماذا عن تخصص بكالوريا شعبه فنون لاول مره؟ شكرا. بالنسبه للولايه هذه حقيقه يعني كاين مركزين للمترشحين الاحرار. المترشحين الاحرار هم مواطنون تعطي لهم وزارة التربية الوطنية فرصة لمن يريد يعني اجتياز البكالوريا سواء هو لم يحوز في السابق على البكالوريا أو يريد بكالوريا أخرى هذا متاح. وهذه المراكز في هذه الولاية هناك مركزين لهؤلاء وكما طلعتم هي مراكز يعني منظمة بإحكام ولديهم نفس الشروط التنظيمية ووفرنا لهم كل ما يلزم كما هو الشأن بالنسبة للتلاميذ أو المترشحين النظاميين. بالنسبة للفنون بطبيعة الحال ثانوية تعليم للفنون هي تشتغل منذ سنتين وهذا الاختصاص لن يقتصر على الثانوية بل له امتداد في التعليم العالي والبحث العلمي لأنه المقصود من هذه الشعبة هو مقصد استراتيجي مهم هي إعادة بعث صناعة سمة عرفية في بلادنا وإشاعة الثقافة في الوطن وصقل المواهب واكتشافها في سن مبكرة وبالتالي فهو أمر ليس تدريس شعبة في ثانوية وكفى إنما هو أمر يرمي إلى مقاصد استراتيجية وطنية جاءت في برنامج السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. سيد الوزير ما كاين قناة الوزير سؤال دائما ما يعاد التعرض لدور من الامتحانات بما يخص الاجراءات العقابية لكل من يحاول الاجتهاد الامتحان الطاولة
بالنسبة لما تفضلتم به على قضية امتحان له حرمته ولأنه له نزاهته والإجراءات هي إجراءات معمول بها. نحن قبل الذهاب إلى العقاب وإلى المتابعة والملاحقة والردع نحن نعمل الكثير من أجل التحسيس ودعوهم بالتي هي أحسن والإعلام وحث الجميع على الإقلاع على هذه السلوكات السيئة وهذه التصرفات التي تسيء إلى نزاهة الانتباه وتشوش على تركيز أبنائنا. وبالتالي الحمد لله رأيتم أنه في هذا اليوم وحتى في شهادة التعليم المتوسط هذه الظاهرة هي آيلة إلى زوال. أما من يعني على قلتهم من لا يزالون يقبلون على هذه السلوكات الدنيئة فيواجهون يضعون أنفسهم تحت طائلة القوانين وتعلمون أنه تم سن قانون يعني تم القانون تاع 2006 والذي في أحد فصوله ومواده يقضي بمتابعة كل من يجرؤ على الإقدام على هذا العمل. يعني الظاهرة هي في زوال وعدد الحالات هو تقريبا منعدم. نشكر كل القائمين على أمن وأمان هذا الامتحان والتنظيم السليم والجيد والمحكم لهذا الامتحان. شكرا. هنا كذلك سيدتي شكرا على هذا السؤال. مما لا شك فيه أن إصلاح البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط أو ما كان يسمى بنهاية مرحلة التعليم الابتدائي هذه كلها تقييمات وهي منظومة تقييمية مدرسية وطنية. ولقد جاء في برنامج السيد رئيس الجمهورية أنه لا بد من إعادة النظر في منظومة التقييم المدرسية وتكييفها مع المستجدات. بدأنا من البداية على مستوى التعليم الابتدائي وتم تعويض ما كان يسمى بامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بامتحان تقييم المكتسبات وبرسم الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله سيدقق هذا الامتحان ليذهب إلى الأطوار المكونة للتعليم الابتدائي. يعني سننزل بامتحان تقييم المكتسبات لا يبقى فقط في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لكن سيذهب إلى الأطوار الثلاث المكونة لمرحلة التعليم الابتدائي. يعني الطور الأول اللي هو السنة الأولى والثانية ابتدائي والطور الثاني الذي هو السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والطور الثالث الذي هو السنة الخامسة. وسنواصل لأنه إصلاح منظومة تربوية لابد له من مراحل ومن تدرج ومن تسلسل ليأتي أكله. والكوكبة التي أول كوكبة اجتازت هذا الفحص لتقييم المكتسبات ستكون إن شاء الله في السنة المقبلة في السنة الثانية من التعليم المتوسط. كما سبق وأن صرحت لكم بأنه بفضل هذا الامتحان هذا الفحص وبفضل المعالجة التي تلته والتي قام بها الأساتذة في بداية السنة الأولى متوسط تحسنت كثيرا نتائج أبنائنا في السنة الأولى متوسط التي كانت تعاني من قبل حيث كانت هي السنة التي فيها نسبة التكرار المرتفعة أبنائنا وحتى بست نقاط. إذن هذه الكوكبة لما تصل إلى السنة الرابعة من التعليم المتوسط ستجد إصلاح امتحان شهادة التعليم المتوسط قد خضع كذلك إلى إصلاح. هذا الإصلاح وهذه الآليات هي الآن موضوع عمل واجتهاد من طرف لجان إذن مشاهدينا الكرام تابعنا قبل